جديد. الاهلي طبعا بيستعد، وانا هتكلم على الاهلي بشكل مفصل وبشكل سريع في نفس الوقت، لان الحديث كله على بطوله الامم الافريقيه وطبعا منتخبنا الوطني الاول. لكن النادي الاهلي ايضا عنده مباراه مهمه جدا في مستقبل مشواره في بطوله كاس الرابطه الاولى من نوعها هنا في مصر. نتمنى للاهلي كل التوفيق فيها. بيواصل الفريق تدريباته النهارده، بيختتم هذه التدريبات من خلال استعدادات مهمه جدا لمباراه الغد اللي هتكون الساعه 2:30 ظهرا امام فريق الجونه. ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للاهلي. لكن خليني سريعا اروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يطمننا بشكل اكبر على اخر استعدادات الفريق لمباراه بكره. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق. في البدايه بص يعني عايز اكلمك او اسالك على اكرم توفيق وكيف استقبل الفريق الاول لكره القدم، جهاز فني، مسؤولين، لاعبين، هذه الاصابه الكبيره لاكرم توفيق اللي بنتمنى له يا رب كل الشفاء. يعني خليني اقول لك يا امير، حاله من الحزن الشديد بتخيم على يعني الاستاد مختار التتش، سواء الجهاز الفني، الجهاز الطبي، اللاعبين، الجميع في غايه الحزن طبعا بعد علمهم باصابه اكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي. كابتن سيد عبد الحفيظ اللي يعني اذا بنتكلم كده امير اللي مش عارف هقول ايه، وحاله من الحزن سواء على المستر بيتسو موسيماني، كابتن سيد، كابتن سامي قمصان، ايضا ميشيل يانكو مدرب حراس، واضح مدى التاثر الشديد ايضا لميشيل، اللاعبين، امر صعب جدا. دكتور احمد ابو عبله برضو امير عشان نقرب الجمهور اكتر ونوضح كافه الامور الخاصه. انت طبعا امير سبق ليك التواجد في مدينه جاروة الكاميرونيه وعارف يعني حجم الضعف وقله الامكانيات المتوفره هناك في الكاميرون. الامور اللي جت او الاشاعه اللي تم اجراها، طبعا كل الامور اللي تم يعني اثارتها بالامس كانت مجرد اكتيادات طبقا للتشخيص المبدئي، لكن النهارده بالفعل تم عمل اشاعه الرنين طبعا خارج مدينه جاروة لاكرم توفيق. من الاشاعه اللي جت يا امير تم ثبوت اصابه اكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي الامامي. يعني كان كلامي مع الدكتور احمد ابو عبله، طبعا جوده الاشاعه هناك يا امير مش بالصوره المطلوبه، يعني اللي ظاهر بس من الاشاعه تقدر يعني هو الامر التشخيص من الاشاعه قطع في الرباط الصليبي الامامي. لكن دكتور احمد ابو عبله طبعا عايز يطمن على الغضاريف، على الاربطه ايضا، انت عارف مكان الرباط الصليبي هل بيبقى معاه غضروف هلالي، الامور هذه الامور الطبيه عايز يطمن عليها الدكتور احمد ابو عبله. لذلك النادي الاهلي بيسعى يعني خلال هذه الساعات لانهاء كافه الاجراءات ويعني اتصالات مع افراد الجهاز الطبي والمسؤولين للبعثه المصريه مع المنتخب المصري لعوده اكرم توفيق ان شاء الله، اللي هيكون ان شاء الله باذن الله يوم السبت القادم هيكون موجود لاجراء مزيد من الفحوصات والاطمئنان اكتر. لكن النادي الاهلي برضو امير يعني مع يعني ارسال الاشاعه اللي كانت جت للنادي الاهلي النهارده في تمام الساعه الثانيه ظهرا، بدا اجراءات الاهلي بيمشي في اجراءاته الحاليه طبعا، الاجراءات الخاصه باجراء العمليه لاكرم توفيق اللي نتمنى له السلامه ان شاء الله، العمليه الجراحيه بالظبط لاكرم توفيق، نتمنى له السلامه، واحد من اللعيبه الرجاله وان شاء الله يرجع اقوى من الاول باذن الله يا امير باذن الله. طيب فاروق عايز اطمن بقى على الفرقه واستعداداتها للماتش بكره، وهل القائمه خرجت ولا لا بشكل سريع؟ يعني منذ يعني دقائق يا امير كان مستر بيتسو موسيماني انهى المران الاخير لفريق النادي الاهلي. المران النهارده تقدر تقول تواجد اكثر من 12 او 13 لاعب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما بين 2003 و2002 و2001، مجموعه من اللاعبين. قائمه النادي الاهلي خلال يعني لحظات هيتم اعلان القائمه، حتى الان لم تعلن القائمه، لكن اقدر اكد لك يا امير ان القائمه هتشهد وجود مجموعه كبيره جدا من الناشئين سواء في التشكيل الاساسي او على مقاعد البدلاء. مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين الناشئين وطالبهم باستغلال الفرصه، وقال مباراه كاس الرابطه هدي فرصه كبيره جدا للاعبين الناشئين. عندنا مجموعه من اللعيبه الناشئين اعتقد امير بنسبه كبيره جدا هنشوفهم، سواء محمد مغربي، سواء محمد اشرف، احمد اشرف، احمد سيد غريب، احمد سيد عبد النبي، محمد ياسر، محمد احمد شرقيه لاعب ايضا مواليد 2003، مصطفى مخلوف، مجموعه من اللعيبه اللي هتبقى موجوده بنسبه كبيره جدا يعني مع خروج القائمه، لكن انا باكد لك هيكونوا موجودين في قائمه الفريق، الى جانب طبعا وجود وليد سليمان، صلاح محسن، حسام حسن، محمود وحيد، كريم فؤاد، محمد هاني، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، محمد محمود، مجموعه اللاعبين الكبار اللي طبعا اللي كانوا موجودين النهارده في المران الرئيسي. بالامس طبعا دكتور احمد ابو عبله كان تم اجراء المسح للاعبين
طمن من خلالها على احمد نبيل كوكا واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر اللي يعني خلاص سلبيه المسح بالنسبه للاعبين، لكن مستر بيتسو موسيماني فضل ان هو يريح اللاعبين، ايضا مدي راحه طبعا لعمار حمدي، لحسين الشحات، لمحمد مجدي قفشه، مجموعه كبيره جدا من العناصر القوام الرئيسي للنادي الاهلي هتكون خارج مباراه الجونه. المباراه هتشهد زي ما قلت لك يا امير العناصر او الاسماء اللي احنا يعني ذكرناها في منذ دقائق، هيبقوا موجودين معاهم مجموعه من الناشئين. مستر بيتسو موسيماني طبعا فؤاد ديال الحدود بيشتغل مع المجموعه، اتكلم مع اللاعبين على اهميه المباراه وتكون بدايه ان شاء الله في كاس الرابطه، وطالب اللاعبين الناشئين باستغلال الفرصه باذن الله يا امير. ان شاء الله يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش، اللي هي كل تفصيل تتعلق